الكرام، مرحبا بكم في الموعد الرياضي. قام وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي بتدشين عديد المرافق بولاية البليدة، أبرزها المسبح شبه أولمبي ببوفاريك، وأيضا مديرية الشباب والرياضة بولاد عيش، كما تفقد مشاريع أخرى في طور الإنجاز، وكان مرفوقا بوالي ولاية البليدة قبل أن يختتم زيارته التفقدية بتنقله إلى ملعب مصطفى تشاكر حول منصور. قد دشنا بعض المرافق الرياضية ومرافق شبابية، وهذا يدل ثاني على حرص ورغبة الدولة الجزائرية تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالتكفل بكل متطلبات ورغبات شباب ديالنا. نسبة تقدم إنجاز المشاريع الرياضية والشبابية تقدم جيد.